السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في بروغرام ديال الغداء إن شاء الله. اللي مازال ما شافش البروغرام بارطاجوا معايا الأصدقاء كما كتشوفوا أريفي تيوريك باز 5611 تيسي كوارتي كانتي 6 5 3 14 11 9 10 4 2 8 جوج ربعة ستة ثمانية عشرة ديال الخيول. بالنسبة للفافوري ديال لاكورس غيكون الرقم 6 و5 إيليسيون جيباد. إيليسيون جيباد اللي كانت هزمات لينا الجوندران ديال ألكسندر أبريفار في لافال والبيسكويمان رقم 6 دومالي دو برومي وغيكون إسويكان رقم 3 ديال رومان ديريو. غيكون فلوريال اللي كان ربح لينا الكانسر مير نمرة كبيرة على ما أظن والفلوريال وكان الهورشيستا رقم 11 ديال ريتشارد هيجي وكاين رقم 2 باغوك جي جي باغوك. بالنسبة لزيني دي غيكون الهسترونو رقم 13 شوفال دو كلاس عودة لشوفال دو كلاس اللي كان مولاه كان تتوقع منه الكثير مع ماتيو أبريفار. غيكون راكب لو فرانسوا لاغونيك عاود لي تيبغي بيست سا بيست بلات يعني تنشوفو غورتيريا الكاتر الكات اللي كان مشى عليه مؤخرا غابرييل جولورميني في لو كروازي لا روش في الكوارت دي بليس. اما بلي تروب الفيت غيكون غاوتشو ديال موريس اللي خلاه ايريك رافان وغيطلع لينا ايليسيون جيبات رقم 5. وكاين ايديال ديرو شر واحد العود اللي تا هو جوابل رقم 10 ولكن الجوكي ديالو هل غادي يفرض الوجود غدا او لا لان موتير هو اللي تيلك بيرتون السانكيام في البروميير ايتاب واخر عود هو الهونكي تونكي بلوز ديال نيكولا انش على ما اظن تا هو العود ديال كبري تريستان بريون 8 في العام اللي داز في الباسي وكذلك إبرتون كان دار لينا سانكيام سيزيام في العام اللي داز يعني واحدة حدا يعني في اللي تروب الفات دونك كاين الضربة تما على ما أظن الإخوان. الشوفال الأول كاين 5 6 3 14 فلوريال والأورشيسترو رقم 11 جي جي باروك غولتيري الكات الهاسترونو رقم 13 والكاوتشو جيال وآخر عود هو الكنز. بالنسبة للأفي كتقول لنا 6 5 3 14 ربما الإخوان ما غاديش نقول لكم راه عالي. المهم أنا شكيت في الكاتورز وصافي هذا ما كان الأونز والدو والتريز والكات والناف والديس والكنز والدوز. بالنسبة للخيول اللي غيكونوا في الديلي سي هو الواحد فيتير دو شين والفرانكلين بارك والإيدن باسك. على كل حال غادي نحط لكم واحد 7 ديال الخيل وغنحط لكم عود من ديلي سي كا غادي نختار ما بين الواحد او السبعة ضروري واحد فيهم. الواحد عنده غاني ولا كانت عنده غاني وغادي نقول له اسمح لي وصافي اخر كورسة ديالو غانيو ولكن السبعة اخر كورسة نو بلاسي مع الخمسة مع الخمسة كنجرى معاه كندير بلاكي و غادي يركبلو هاد جون كريستوفر فيغون تا هو راه ولد تيران هو اللي غادي نزيد داك السبع الاخوان كعود في الروكري وصافي. اللي انا المهم انا غادي نلعبو صراحة هو البلوريش ديال بروميير بوطو. على كل حال بالنسبة لهادشي كامل كاين هنايا كلشي كاين هنايا الاوتسايدر دو زولدان رقم 3 كوب كو ديال زولدان هو الاونز فافوري دو لابري 6 5 3 لي شوفو 14 11 2 13 4 كوب سيرو 6 هنايا الاسترا 14 3 11 11 اورشيسترو هو ريبيري دون لي جيم لي و سبيسياليست هو الخمسة ولا ديكوفيغ هو 3. هادشي راه طلع الخوت الباسي ديال الكورسا راه جات فيها 4 3 6 1 ومعاهم فاكير ديرونش الدرنير مينيت هو الشريف والدريف. على كل حال نحطو لكم البارتية ديالنا الاخوان صراحة نتمنوا الخير للجميع الاخوان. ما سيليكسيون كتكون كالتالي لان ما غاديش اللي بغى يقسم يقسم
اللي بغى يقسم يقسم اخوتي. كان هي التقسيم هو راه تيكون زوين ملي كيجيك داك التقسيم الصحيح. المهم اخوت راكم شفتو الدوسير كارت وشفتو الفافوري والباتخلو فافوري، دونك غادي نختار اليسيون جيبات كعاود لوجيك والطروة كعاود لوجيك، وغادي نحط عاود السيس اللي غيباطيهم بجوج. غادي نزيدهم اسيدي الرقم جوج هو نيت البروميير بوتو، غادي نهبط عند الهورشيسترو رقم 11 ديال ريتشارد هيغي، وغادي نزيدهم العود اللي كان فافوري العام اللي داز في الباسي ديال العام اللي داز، كان هو الدوزيام فافوري ديال لاكورس هو الدوز. وغادي نزيد شوفال دو كلاس هو الرقم 13، وغادي نحط لكم الاخوان الروغري ضروري نملحوها بهاد الطويكير هذا وصافي. هذا هو جوج ربعة ستة سبعة ديال الخيل بالضبط شكون فيهم العلم لله، شكون فيهم الاخوان الخمسة والستة والتلاتة والجوج. انا حطيتهم كاملين، حطيت خمسة ديال الخيول في البروميير بوطو وحطيت ثلاثة ديال الخيول في الدوزيام بوطو. هذا ما كان السيس الخمسة بالضبط، هاد الخمسة خلاه يركب عليه إيريك رافان، وإيريك رافان خلى الناف غاوتشو جيان اللي كان ربح فيه في الفانسن لنمرة 11 اللي بقى عاقل على الكانتي وكان في البروميير بوطو وكان هرب ليهم وربح غانيو. خمسة هو الخمسة لأن الخمسة راه ربح لينا الجوندران، هذا الجوندران هو اللي كان ربحو لينا. بالنسبة لرجعوا نرجعوا فين الصورة اللي كنت حطيت لكم، هي هادي ربما ماشي هادي، هادي 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 هو الباسي ديال العام اللي داز، كان دوز هو الفافوري هو اللي كان تيباطي الكاسباخ، وكان سيدي مشى عليه نيكولا إنش، هذا هو الباسي ديال العام اللي داز كان مشى عليه سيدي نيكولا إنش بالضبط. بالضبط يا بالضبط بالضبط يا بالضبط مشى لي نيكولا إنش. دابا جوج ولا يركب لوني، هو عنده ثلاثة د الخيل، عنده السيز في الديليسي وعنده الدو وعنده الدوس، دونك الضربة غتكون تما الإخوان. المهم راه هادشي هو اللي عطا الله، نتمناو الخير للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.